ليه؟ دكتور متخصص في جراحات الشخير وكمان مكان ومركز متخصص لجراحات الشخير. كتير جدا بتسأل السؤال ده، يا دكتور انت يعني محتاجين دكتور متخصص للشخير وكمان مكان مجهز ومتخصص لجراحات الشخير؟ طبعا نظرا للمشاكل الكبيرة واللي ابتدت في السنين الأخرانية تظهر، موضوع الشخير توقف النفس من المشاكل العالمية، مش المشاكل بس اللي احنا بنحس بيها، لا ده بقى موضوع مهم جدا. ليه؟ دي مشاكل صحية على القلب والضغط والسكر وكمان على الضغط، وليه مشاكل أسرية، بيعمل مشاكل طبعا زوجية، بيعمل ضعف جنسي، بيعمل طلاق، بيعمل مشاكل بين الأولاد وأبهاتهم، بيعمل مشاكل ما بين الأب نفسه في شغله، يبقى مشاكل في العمل، بينام جوه الشغل، بيروح نايم، بينام طول النهار. كتير جدا من الناس للأسف بيحصل ان هي بتترفد من شغلها عشان ما بتؤديش بالطريقة المناسبة، بيعمل مشاكل في المرور، حوادث، بيعمل مشاكل البنات، ريحة كريهة وشخير. البنت قبل ما تتجوز تبقى عايزة توصل لأعلى درجة من درجات زي ما بيقولوا الجمال، وعدم صوت أثناء النوم، وريحة بقها ما تبقاش فيها مشاكل. الكلام ده مهم جدا، عشان كده كان لازم الشخير يكون من الأهمية إن العالم كله النهاردة أدرك خطورته. عشان كده السؤال، هل محتاج الدكتور متخصص؟ ما كفاية دكتور أنف وأذن وهو القصة تبقى سهلة؟ لا، المشكلة طبعا إن سبب الشخير عادة هو سد في مجرى التنفس من أول الأنف لغاية الحنجرة. المشكلة بقى إن السدة دي بتحصل عادة وأكتر أوقات بتحصل في منطقة الحلق. منطقة الحلق دي منطقة رخوة. رخوة يعني إيه؟ يعني منطقة لينة، والمنطقة اللينة دي هي المشكلة الأساسية بتحصل فيها. عشان كده أي خطأ في المشكلة دي في العملية بتحصل كارثة نتيجة وجود تليفات والتصاقات في المنطقة دي، بتبقى مشكلة كبيرة جدا. عشان كده الدكتور المتخصص، لازم يبقى فيه دكتور متخصص عشان يشخص مكان السدة مظبوط. عشان كمان نشخص مكان السدة لازم تبقى فيه فحوصات الشخير كتير جدا. مش حلقتنا نقول فحوصات الشخير، لكن حلقتنا نقول أهمية هذه الفحوصات. زي إيه؟ بنعمل منظار لمجرى التنفس. منظار ده ممكن بيتعمل والعيان صاحي، ممكن يتعمل والعيان نايم، ويتعمل كمان والعيان نايم على جنب منه. بيتعمل كمان إيه؟ بتعمل دراسة نوم عشان نشخص الشخير. كمان جراحات الشخير ما هياش نمطية. يعني إيه نمطية؟ يعني ما فيش حاجة اسمها أنا عايز أعمل عملية شخير ومعروف عملية الشخير بيتعمل فيها إيه. ده عمليات الشخير دي مجموعة كبيرة من العمليات، 20-30 عملية، احنا كل حالة بنختار منها المناسب اللي العيان عنده سدة فيها، وبنبتدي ان احنا نتعامل مع كل جزء من السدة دي عشان المجرى التنفس بتاعه يفتح ويبقى الموضوع سهل. عشان كده خبرات الشخير، الخبرات في جراحات الشخير صعبة جدا ومحتاجة خبرات طويلة، عمليات كتيرة عشان الواحد يقدر يصل لمرحلة تشخيص وإجراء عمليات الشخير. يبقى كده عرفنا أهمية الدكتور والاستشاري المتخصص في جراحة الشخير. طيب ما نعمل العملية في أي مكان؟ نعملها في أي مستشفى مجهزة، وكل مستشفياتنا على قدر عالي جدا من الأجهزة. لكن هي المشكلة إن احنا في جراحات الشخير عندنا بنحتاج أجهزة مخصصة ممكن ما تبقاش موجودة في المستشفيات. زي إيه؟ زي مثلا المناظير. مناظير اللي هي الملياف الضوئية بسيستم كامل للمناظير، دي حاجة. زي الكوبليشن. الكوبليشن للأسف من الأجهزة الدقيقة جدا، وطبعا تواجده مش هنقول ان هو مش موجود في المستشفيات عادة، لكن هو بيبقى موجود في الأماكن المخصصة لجراحات الشخير. كم مكان مجهز لجراحات الشخير يبقى موجود فيه جهاز غالي زي جهاز الكوبليشن، جهاز الراديو فريكونسي او التردد الحالي، من الاجهزه اللي لا غنى عنها في اوضه عمليات جراحات الشخير، نظرا ان احنا بنحتاجه في حاجات مخصوصه اثناء عمليه. يعني ممكن عمليه شخير واحده بنحتاج فيها نستخدم فيها مناظير، نستخدم فيها الكوبليشن، نستخدم فيها الراديو فريكونسي،
كل الحاجات واكتر من كده كمان، لكن انا بتكلم على الحاجات المتخصصه جدا. غير كده المكان المخصص لجراحات الشخير لازم يبقى فيه تخدير على اعلى مستوى، تخدير على اعلى مستوى سواء كان اجهزه اللي احنا بنسميها الفيديو لارنجوسكوبي، اللي هو الفيديو اللي بندخل بيه الانبوبه الحنجريه لعيانين كتير جدا بيبقى من الصعوبه ان احنا ندخلها بالطريقه العاديه، زائد طبيب دكتور تخدير متخصص للحالات بتاعت الشخير. قلنا اجهزه، قلنا تخدير. طيب عشان كده نصيحتي الحقيقه لكل مريض عايز يعمل عمليه شخير لازم يبحث ويدور كويس قوي 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 عن الطبيب المتخصص في جراحات الشخير والمكان المجهز لعمل عمليات الشخير. يا رب يكون موضوعنا أفادكم النهاردة، ودايما زي ما بنقول اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، مع تحياتي دكتور هشام إبراهيم.